المشكلات المستمرة يعني تمت اليوم ضبطية لعربة يقود ضابط في الحركات المسلحة في إحدى الحركات المسلحة وفي عربية وبداخلها براميل حشيش، وقبض على ضابط برتبة ملازم يتبع لإحدى الحركات المسلحة يحمل حشيش محملة في براميل بلاستيكية. ده بحسب وسائل إعلامية وبحسب ما جاء في موقع سودان مورنينغ. طيب دي مشكلة تضاف للمشكلات الكبيرة اللي بنعاني منها، أمس قتل والليلة عربية محملة بالحشيش، الفاعل فيها شخص ضابط يتبع لحركات أو لإحدى الحركات المسلحة. ده في إطار الوضع الجديد، إطار الترتيبات الأمنية، كلها مشكلات مرتبطة ببعض، مشكلات مرتبطة ببعض تستحق إنه الناس يعني ينتبهوا لها. طيب بحسب الخبر إنه تمكنت قوة من الشرطة معبر أبو حليف بأمدرمان من إيقاف ضابط برتبة الملازم أول يتبع لإحدى الحركات المسلحة بعد مطاردة مثيرة وطويلة داخل عربة نيسان باترول تحمل عدد 2186 رأس حشيش محملة داخل براميل بلاستيكية كبيرة. وكان ذلك جنوب المعبر بعد عمل كمين ناجح في إحدى الفتحات في الترس الأمني، ويقود العربة الضابط وبرفقته متهم آخر ليتم اغتيادهما لدائرة الاختصاص وفتح بلاغ في مواجهتهما تحت المادة 51 ألف أو 15 ألف بالقسم الجنوبي بأمدرمان. طيب دي مشكلة وظاهرة أمنية خطيرة، شخص بيحمل رتبة في إحدى الحركات وبيجي داخل بكمية بتاعت حشيش ممكن تسطي الخرطوم ده كله، يعني كل الخرطوم دي ممكن من الكمية دي تسطل. الشخص ده بيستند على أنه هو ملازم في إحدى الحركات وبالتالي عنده حصانة، لولا هذا الشرك وهذا الكمين ما كان قبض، وكان الكمية دي والحشيش ده دخل وتم توزيعه. دي مخاطر الأمنية والاقتصادية والأمنية، ودي المخاطر الأخلاقية اللي بتترتب عن المسألة دي، يعني مشكلة اقتصادية وخلل أمني بيستفيد منه شخص لصالح المشكلة الاقتصادية بيعمل مشكلة أخلاقية. المسألة دي محتاجة المعاليات، المعاليات القضية دي ما بتحصل، يعني المشكلة الآن ليس أنه في ضابط من الحركات المسلحة استغل إمكانية أنه ممكن ما يفتش وأنه عنده حصانة في أنه يستغل يعني لعمل هذا الفعل الشنيع، ما هي العملية دي ممكن تدعمل في إطار تاني. طيب المطلوب شنو؟ إذا جينا لشخص الجريمة الجاني في هذه الجريمة، ده بيستحق أنه يحصل ترتيب جديد وإعادة ترتيب جديد في وجود الغير مغننين من اللي بيتبعوا لحركات المسلحة في إعادة الدمج والتسريح والتفاصيل الأمنية.